مساء الخير اهلا بكم الى النشره الجويه المرتقبه ليوم الغد باذن الله حيث ستبقى الاجواء صافيه عموما على المناطق الشماليه خلال الصبيحه على السواحل حتى على المدن الداخليه ايضا بالنسبه للمناطق الجنوبيه عدا بعض السحب راح تكون عابره لكن بدون فعاليه على اقصى الجنوب الجزائري بالنسبه لحاله الطقس ظهيره يوم الغد نفس الوضعية الجوية بالنسبة للمدن الشمالية لكن اضطرابات جوية ستشهدها مناطق أقصى الجنوب الجزائري مع تشكل خلايا رعدية في بعض الأحيان خاصة أواخر النهار سما تبقى صافية للمغشاة جزئيا على باقي ولايات الوطن ما يخص درجات الحرارة المسجلة خلال صبيحة يوم الغد الاثنين تصل إلى 23 بالعاصمة 22 بعنا بنصر 20 بالجرفة على البوير على تيزي وزو أيضا 28 درجة على منطقة عين صالح 30 ب 60 دفن سجل 29 درجة على أضرار 28 إلى 30 على برج بجي مختار وعين قزام 27 درجة بمنطقة ورقلة وحسيم سعود و 25 بإليزي و خلال الظهيرة درجات الحرارة القصوى المسجلة يوم الغد بإذن الله مرتفعة نوعا ما بمناطق الهضاب العليا خاصة الوسطى والغربية أيضا تصل إلى 36 درجة بمنطقة الجلفة على تيزي على البويرة على المدية أيضا 30 بالعاصمة تي بازا بومرداس على البليدة ايضا بوهران مستغانم عين تيموشند 31 درجة بيعنا بطارفسكي داجي جلواء القالس 35 درجة بقسنطينة سطيف برج بوعري ريج على قالما وسقهرة 46 درجة بأدران مسجل أعلى من قياس 48 درجة بمنطقة تندوف 47 ببرج بجي مختار 43 درجة على منطقة عين قزم حالة البحرين سيكون البحر عموما هادئ مستقر على طول الشريط الساحلي الرياح راح تكون الشرقيه تماما وسرعتها تتراوح ما بين 10 الى 15 كيلومتر في الساعه كالعاده اذا نختم النشره الجويه بالمعلومات الفلكيه وقت شروق وغروب الشمس اليوم الغد الشروق سيكون على الساعه 45 دقيقه اما الغروب فسيكون على الساعه 8 و8 دقائق نشكركم على كرم الإصراء والمتابعه الى اللقاء